مساء الخير. هي تبعد عنها صيبة العين ببراءة وجهها الأليف، وتعبر كالعصفور من أغصان الأدب إلى أغصان المواقف، وتقترب بأحلامها من الندى والشمس، وأحياناً تتبخر خوفاً من فؤوس الليل وغابات الأحزان. هي تتعامل مهنياً مع كلام الأخبار والبرامج، إلا أنها تأتي من لغتها الأدبية الصافية كعين ماء أو كعين ديك أو كعين الحرية. هي امرأة وطن يحده من جهاته الأربع: الأرض، السلام، والثورة والحرية. بين فيروز وجبران تختصر المسافة بين لبنان والنجوم، وكأنها مدائن مسحورة تمتد في المدى حيث الصدى والماء والأشجار. أستاذة في الإعلام وأستاذة في صحافة الأدبية، مثقفة، شاعرة، مذيعة ذهبية في تلفزيون لبنان يوم كان هذا التلفزيون ذاكرة الأمس واليوم والغد، وقد سقته وشربت منه ولم ترمي كغيرها فيه حجرة. وهي أيضاً تركت بصمة صوتها على الإعلام العربي المرئي، وقد عرفت ماذا تقول ولم تضع يدها تحت بلاطة الخطأ. أخذتها عروبتها إلى الوالد المؤسس الذي أعاد بناء سد مأرب بعد أن عبثت به أيدي سبأ، ونعني بالوالد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، موحد دولة الإمارات العربية المتحدة ومطلق نهضتها الحديثة. كلنا أحب وجهها وقلد صوتها، وكم هدهدت للطفل في قلوبنا كي ينام كلمة سرها المحبة وتذكر معي. مساء الحب يا لبنان، مساء الورد والكلمات، مساء الأسرار والأقمار. الدكتورة ريما نجم، أيتها الجميلة حتى انحناء الكلام. يا الله، مساء الخير يا ريما. مساء الخير، يسعد مساكي. يعني شو بدي أقول لك بالكلام اللي تفضلتي فيه؟ يعني خواب الكلام يوم يعني خابي ومن أجاجين ومن الأجاجين المقدسة. يعني بدنا نحكي يمكن أكثر مما أستحق. لا أبدا، دايما بيقولوا رب العالمين بيعطي الإنسان قد ما بيستاهل. يا رب يا رب. ست ريما نجم، لما وعيتي على حالك، نعم، وعيتي على اسمك ريما، كنت تحس أنك رح تصيري نجمة؟ لا، ما كنت فكر بهالأمر. يعني كنت حس أنه التلفزيون وظيفتي، المؤسسة اللي عم بشتغل فيها، يلي عم حقق من خلالها ذاتي. ما فكرت بحياتي أنه أنا رح كون نجمي أو أني اشتغلت حتى حقق شهرة. أنا دايما أؤمن أنه الشهرة والانتشار والنجاحات الكبيرة هي نتيجة عمل وكفاح وجدية ومسؤولية، وهيك صار. بس ما كان عندك طموح؟ طموحي كتير كبير طبعا. طموحي محفوف بالإيمان ومحفوف بالثقة بالنفس، وطبعا هيك ربيت ببيت الوالد الله يرحمه دكتور فضل نجم بي طبعاً، المربي والمفكر. ربينا على حب الحرية، ربينا على الطموح، ربينا على الانطلاق، ربينا على مفهوم النسر، النسور التي تعشش في الأعالي، وليس على فوهات البراكين، إنما على القمم العالية. وإن شاء الله نكون قدرنا، إن شاء الله نكون قدرت حققت ما صبوت إليه. طبعاً يعني اسمك ستريما دايماً هيك نجمة. ما رح نحكي كتير هلأ بالإعلام، رح نخلي بالآخر، رح نبدأ بكتابك عن فيروز وعلى الأرض السلام. نعم، يعني العنوان بحد ذاته قصيدة. نعم. أولاً ليش اخترتي فيروز؟ فيروز والأخوين رحباني هم قيم حالة لبنانية انتشرت وأخذت مداها ووضعت بصمتها على حقبة وعلى عصر، وامتدت هذه البصمة وما زالت ممتدة. نعم. حتى صاروا هن وطن، وأصبحنا في دولة الرحبانيان
الأخوين الرحماني ودولة صوت فيروز. تناولت صوت فيروز بالدراسة والتشريح، انطلقت من صوتها وبالكتاب طبعا اللي هو بحث ودراسة تحليلية معمقة في المسرح الرحباني. نعم. ذهبت إلى الأبعاد الجمالية، الأبعاد الفلسفية، الأبعاد التاريخية، الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاجتماعية، عدا عن دراستي طبعا إلى صوت السيدة فيروز. اشتغلت أيضا بالكتاب، أخذني لإلى المفهوم الإنساني العميق الذي عمل عليه الطاقم الرحباني، مفهوم الإنساني المسن، المقهور، المظلوم، المسلوب الحرية، المصادرة حريته بمعنى آخر، الطفولة، كل ما هو إنساني، الحرية، الأوطان. أنشدوا الأوطان بكلمات، بإطلالات، بصوت السيدة فيروز، هذه الكنارة. فعملت على محاور لم يعمل عليها قبل أحد آخر، ولا أقول هذا الأمر من باب الغرور أو المباهات، لا، أقول هذا الأمر فعلا لأني أشعر من خلال ما أتى به النقاد حول كتابي وما كتبوا أن الكتاب شكل إضافة إلى كل ما كتب، كل من كتب حول الأخوين الرحباني ومسرحهم وصوت السيدة فيروز. فالمحاور اللي انشغل عليها، حتى الألوان الغنائية، الزجل، القصيد، المعنى، المخمس مردود، الصور النادرة طبعا، أكثر من 450 صورة، ومشكورة الصحافي اللي صحافي اللبنانية اللي طبعا زودتني، فتحت لي أرشيفاتها بكل ما حبي، وطبعا كان هذا يعني خدمة عظيمة للكتاب اللي هو رسالة الماستر الماجستير عن السيدة فيروز والأخوين الرحباني وكل من عمل معهما أو معهم في مسرحهم، إن كان لبنانياً وإن كان عربياً. ست ريما، يعني الكتاب منه كتاب صغير، كتاب كبير. نعم. أخذ معك سنين تحضير طبعاً، مش سنة واثنين وثلاثة. بدي فرجي هاي الصورة. نعم. هون الأخوين الرحباني. نعم. وهون هاي صورة كاريكاتورية كتير بحبها للست فيروز. بدي وجه تحية لفنان الكاريكاتور العربي حسن إدلبي، الفنان الكبير اللي هو طبعا رسم خصوصا هذه الصورة للكتاب، فضلا عن أنه الكبير وجيه نحلي هو اللي صمم الغلاف وصمم الميدالية الفضة وافتتح الكتاب بلوحة لإله، والفنانة طبعا ديانا زين الدين حوراني. الله. والفنان هادي عيسى. هناك طبعا تشكيلة من اللوحات اللي كانت مخصصة حصرا لهذا الكتاب. كنت عم بسألك عن السنوات اللي أخذت، أخذ الكتاب تحضير. أخذت معي 7 سنوات الكتاب من العمل. بالك طويل. بالي طويل، وظروفي كانت دقيقة شوي. نعم. فقداني للوالد، اهتمامي بالوالدي، ظروفي العائلية الشخصية كمان كانت شوي، مرقت بمطبات أخرتني، عوقتني، ولكن كان في إصرار مثل ما حكينا قبل شوي لتحقيق الطموح ووضع بصمة وإضافة وإطلاق صرخة وكلمة، كلمة حق، كلمة حرية، كلمة إنسانية مع الأخوين رحباني وفيروز، مع كل من عمل معهم وبكل من استعانوا، من ميخائيل نعيمي، جبران خليل جبران، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، أسعد السبعلي وغيرهم وغيرهم، يعني هذا على سبيل الذكر للحصر، فضلا عن رموز كتير كبيرة عملت معهم. سعيد عقل عنده فصل خاص في الكتاب، وكان هو مستشار وكان له دور كتير كبير بي، كان قال لك يعني شرف التعامل مع كبار الإشراف على هذا المملكة الرحبانية، كان مستشار، كان كبير مستشاري الأخوين الرحباني، مستشاريهم فيما كل ما قدموا. أكيد دخلت شوي على خصوصياتهم وعلى حياتهم. قديش حياة النجوم ما بتبين للناس الحقيقة، قديشها صعبة؟ فيها تعب. في شيء بالحياة بيقول أنا أتجمل ولكن لا أكذب. نعم. بيتجملوا تيفرحوا الناس، بيتجملوا تيقدموا البسمة، تيقدموا كل ما مفيد
من النغم والموسيقى. أنا عم بحكي عن الفنانين أصحاب الأصالة، عم بحكي عن الأصيلين يعني، مثل الرحابني، مثل ست صباح، مثل محمد عبد الوهاب، مثل وديع الصافي، نصري شمس الدين، إلي شويري، ملحم بركات، هؤلاء الكبار اللي عملوا، وغيرهم، وست نجاح سلام طبعا، كلهم مع حفظ الألقاب. وكمان على سبيل الذكر للحصر، هو بيتجملوا ما بيكونوا مش عم بيكذبوا، بس فعلا حياة الفنان صعبة، لأنه داخل عنده غرفة العمليات مشوشة جدا، وبالآخر الناس إلى النتيجة بدها تشوف الظاهر الجميل الحلو الأنيق الموضب المنظم المرتب. فأنا ما بغبطهم كتير، لأنه أنت كمان عشت حياة النجومية. وأنا عشت طبعا هذه الحياة، وما زلت لحد الآن بعرف أنه في جسر، بين جسر صعب وقصير مختصر كتير، يعني كتير كتير مختصر، بين يومياتك وبين إطلالتك على الناس. طبعاً مش كل ما هو داخل البيت من حق الناس تطلع عليه، وحتى الناس ما بهمها، في كتير ناس ما بهمها تطلع إلا تشوف مني كل ما هو جميل. فأنا عم بحكي بشكل عام بصورة عامة. قديش يعني يمكن هاي صورة للكبير نزار قباني طبعا، الراحل طبعا. نعم، لا تسألوني ما اسمه، هو حبيبي بصوت فيروز. بدنا نحكي بعد شوية تقولي لنا شعر، ولكن ستريما قديش يمكن عائلة الرحباني أو القراب منهم ساعدوك كمان بالكتاب كوثائق، سهلوا عليك مثلا؟ بدي أكون صريحة، بدي أوجه لهم تحية كثير كبيرة للأسرة الرحبانية، والله يطول عمر الست فيروز طبعا، والأستاذ ياسر الرحباني، والجيل الثاني اليوم. بس ما بخفي عليكي، لا ما حدا يعني، ما اضطريت اني استعين، لاني اشتغلت، ما اضطريت اني استعين بوثائق من عندهم، لاني عملت على دراسات اكاديميه وعلى مراجع وعلى مواد موثقه استندت على البراهين، الادب المقارن، فضلا عن التحليل يلي انا عملت عليه. فطبعا المواد المتوفره الموجوده اشتغلت عليها، انطلقت منها، موجودة بين إيدين الناس، مسجلة. مكتبة الجامعة الأمريكية طبعاً كان لها دور كبير، شوي من الأصدقاء والإعلاميين والكبار الصحفيين إذا بدي أقول. مرجع أكاديمي يعني هو لكل الناس مرجع اللي بدهم أكاديمي يرجعوا. في إحاطة كاملة. كاملة. قديش يعني رح تفيد كل حدا بده يبحث، يمكن كمان إذا بده ينعمل شي نهار شي فيلم أو وثائق كبير أو مسلسل عن حياة الرحابنة، وأيضا بالأخص السيدة فيروز. ريما يمكن أنت عطيتي، فتحت الباب. الباب مفتوح، ما فيك تقولي هو يعني هو للرحابني. أنا قدمت كتاب أصبح وثيقة ومرجع في الجامعات اللبنانية وفي الجامعة الأمريكية وحتى في الجامعات خارج لبنان، إن كان في العالم العربي، هو مرجع للطلاب يلي عم يشتغلوا على كل ما يتعلق فيه. هو من المراجع، ليس المرجع الوحيد طبعا، بس هو من المراجع التي ترشح، بيرشحوها الدكاترة يلي بيشرفوا على الأطروحات وعلى الرسائل الماجستير. من ضمن الكتب الأساسية المرشحة هو كتاب فيروز وعلى الأرض السلام. وعلى الأرض السلام. نعم. قديش اشتقنا للسلام، ولا نطلب ولا نبغي إلا السلام. من أغاني فيروز شو بتحب؟ كل أغانيها بحبها، وبحب صوتها، وبحب أغانيها، وبحب شعر الأخوين رحباني، وبحب اختياراتهم من الشعراء الآخرين، بحب موسيقاهم، بحب الشجن عندهم، بحب ريحة التراب، ريحة الأرض، وأنا بنت التراب وبنت الأرض وكلنا إخوة التراب، بحب إنسانيتي من خلالهم، وأنا كتير صديقة الطبيعة، صديقة الشجرة، صديقة الأرز، صديقة العصفور والسائي ونبعة المي، الجرة. إذا بتلاحظي أجواءنا كيف هوني أكيد. حتى ببيتنا بالجبل، حتى بضيعتي اللي أنا طلعت منها، حومين التحتة من قضاء النبطية، ربيت بجو الطبيعة، يعني ربيت بالحياة، كانت تذكرني بشجر اللوز لما يزهر اللوز عنا بضيعتنا. نعم.
شغلة كبيرة فيروز كمان على المستوى الإنساني. صوتها ببكيني لما بتقول رجعت الشتوية، أنا قايلة بالكتاب المقدمة بمقدمتي المطولة إنه لطالما أبكتني أغنية رجعت الشتوية، ببكي بحس إنه رجعت الشتوية يعني ستبعث الحياة من جديد. أنت امرأة متفائلة. أنا متفائلة جدا، وأنا وحتى لما بتنزل دمعتي بتنزل بالنادر لتنزل دمعتي، بس بتنزل دمعة فرح إنه هو التجدد، هو الأمل، أمل بحياة يمكن تبعث الروح في من سبقونا إلى التراب، وفي منهم اللي منهم أهالينا ومنهم بيي. فأنا هاي الأغنية كتير أغنية تانية بتبكيني وتأسرني وتألمني، بحبها كتير. بحب أغنية بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، هاي من الأغاني كمان اللي كتير بحبها. بحب أجراس والثورة فلتقرع، هي كمان غنت أنا ثورة. لا أنساكي فلسطين، الثورة والحرية، الثورة والحرية يلي منفقدهم. بحب ثانية أغنية المحبة لجبران خليل جبران، يا بني أمي للحنها الكبير زكي نصيف أيضا لجبران. احنا ما بدنا نبكيك، احنا بدنا نضحكك. أنا فرحانة، دموعي دموع فرح صدقيني. بحس إنه ما رحابني لما برجع للتراب وللطبيعة، برجع بلتقي باللي بحبهم، وأنا مستمرة مع اللي بحبهم بالحياة. هو فرح صدقيني، فرح أكيد، لأنه فرح. الموت هو تتمة الحياة، والحياة هي تتمة الموت، ومن يقول غير ذلك هو خاطئ. بدنا نروح صوب شعر لنغير شوي المود. ست ريما، يعني أنت لما توقفي على المنبر، سبحان الله ربنا عطاكي صوت وأداء جميل وأنت اشتغلتي على حالك، دايما بتروحي صوب الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن دايما بتقربي صوب يمكن انتقائية أكثر. أنا انتقائية، بس بدي وجه تحية إجلال وشكر لكل أستاذ من أساتذتي وكل أستاذي من أساتذتي وضعوا لمسي على بمشواري، إن كان الإعلامي في البدايات وإن كان الأكاديمي لاحقاً. نعم. في مجال الصحافة الأدبية والأدب والإعلام أكيد. فطبعاً لهم أفضال كتير علي، والوالد طبعاً والست الوالدي، فهني طبعاً لهم أفضال. وأنا كنت جاهزة وفية عدا الوفاء، كنت جاهزة لحتى أتلقف، حتى أخذ وأستفيد. نعم تفضل. بدي أقول رسالة من شهيد. عادة دايماً نسمع رساء شهيد، يعني أم ترثي فقيدها أو أخت ترثي أو أب أو أب. أنا اليوم عم أقول عصافير عم بغنوا لك هلا. رسالة من شهيد، شهيد هالوطن المعذب. أمي أمي وقد روت التراب دمائي وتناثرت من حولها أشلائي. لا تدمعي لا تدمعي، فالدمع يلسع مهجتي وأنا صريع، بل يزيد شقائي. أرجوك يا أماه ألا تحزني، إن عز في هذا الزمان لقائي. أنا لم أمت لازلت أنبض، فانظري كيف الحياة تضج في أبنائي. للأرز للوطن الجميل تحيتي جاءت مضمخة بعطر فدائي. إذا رجعت إلى الرفاق مجددا سأكون ثانية بذات عطائي. كنا معا نقوى لنصرة أرزنا وغصونه تحتل كل سمائي. غنيت رفعته بكل جوارحي، فتذكريني إن سمعت غنائي. تابعت معركتي بكل رجولة، تابعت معركتي بكل رجولة، ورميت بهرجة الكلام ورائي. هدفي الكرامة والشهامة غايتي، والذود عن أرضي من الأعداء. دافعت عن وطني وظل قضيتي، وما غاب عن بوحي وعن إيمائي. ووهبته كل المشاعر صادقا، فله ولاء عقيدتي وولائي. من قبل لم أكتب إليك رسالة لأزف بشرى آخر الأنباء، واليوم يا أمي أنمق أحرفي بدمي
وفيها لهفتي ودعائي. أنا لم أمت، أنا لم أمت، أنا للخلود مسيرتي. طوبى لمن حسبوا من الأحياء. قولي لأطفال الصغار وأمهم، الفجر يبزغ من دم الشهداء. الله، تحية يعني أرواح الشهداء بلبنان وكل العالم. ست ريما، رح نتوقف نحن وياكي والمشاهدين لأن يمكن هيك نشوف سوا شهادة من أحد الأصدقاء ومن بعدها منتبع مشاهدينا. ريما نجم امرأة باهرة الجمال، ولكن ريما نجم استطاعت أن تذهب إلى ما وراء جمالها، أن تروحن هالجمال وأن تتخلص من بهرجته، ولسبب نقاء في هالمسيرة جعل أيضا جمالها أعمق وأفضل. كمان ريما نجم هي امرأة عندها روح وطنية عالية جدا وتوق إنساني كبير إلى لقاء الإنسان الواسع. اللي بيتحدث مع ريما نجم بحس قديش صادقة، قديش عندها حس وطني جميل وعميق، وقدي عندها معرفة بالالتقاء بالآخر المختلف والاكتناز بمعرفته وبقبوله. شيء ثالث كمان عند ريما نجم هو عندها عطش فكري وتوق إلى المعرفة. تجلى هالعطش وهالتوق باختيارها لشخصيتين مهمتين كتير مهمين بالتاريخ العالم وتاريخ لبنان، هني جبران وفيروز. أخذت جبران كموضوع لأطروحتها بالدكتوراه وعملت عليه وتأثرت بكلماته بألفاظه بوحيه، لدرجة أنه أحيانا كان يختلط الخاص والعام في كلام عنه، وأقامت بقدر أقول معبد لفيروز، الصوت اللي هو أجمل شيء ما في لبنان، وبحس الروحي والحس الإبداعي كرمتها بكتاب من أجمل الكتب اللي بليق بصوتها وبإبداعها وبعطاء إلهام. ريما نجم، ريما العزيزة، هي امرأة تسامت بجمالها وروحانته، هي امرأة قيم وامرأة معرفة ومحبة وحب مكنون. ست ريما، شفنا سوا يعني دكتورة إلهام كلاب البساط بهالكلام الجميل، شو بتقولي لها؟ بدي أقول لها شكراً ست إلهام كلاب البساط، الدكتورة، البروفيسورة، الست ذات الذوق الرفيع، وطبعاً هي رائدة في مجالها أكاديمياً وفكرياً وإنسانياً. شكراً لك دكتور إلهام كلاب البساط، شكراً. ست ريما، ما نفوت شوي هيك على العالمي، لبناني العالمي، جبران خليل. نعم. جبران أجراس الثورة وأعراس الحرية. نعم. نبدأ بالعنوان. نعم، لأنه دائماً يعتبر العنوان هو أهم. العنوان هو القصة، كتير أخذ استغرق معي كتير. نعم، يعني نام وقوم واكتب، حطيت يعني في أمامي دفتر واكتب، رشح إذا بدك عناوين. نعم. رشح توليفات لحتى وصلت إلى شهر، أخذ الوقت معي لقدرت لقيت العنوان، لأنه بدي العنوان البصمي، بدي أختصر كل الكتاب بالعنوان البصمي. من فيروز لجبران في سنوات كنت عم تحضري لجبران. نعم. دايماً عم تكون عندك وقت كامل لتحضير أي كتاب. جبران خليل جبران ليش؟ جبران خليل جبران كمان أنا من اللي ربيوا على كتابات جبران من مكتبة الوالد، من ضمن طبعا قراءات كثيرة، بس كثير أثر فيه كتاب النبي. نعم. قرأت الأجنحة المتكسرة، الأرواح المتمردة، العواصف، يسوع ابن الإنسان، قرأت وتعلقت بجبران الشفيف المرهف، تعلقت بسيرته وعلاقته بوالدته، تعلقت بجبران اللي حمل بشري إلى أمريكا ولم تغير أمريكا طبيعة جبران خليل جبران. نعم. يعني بقي جبران على حالته الإنسانية الأولى اللي حملها معه من بلده بشري، كما أنشأته والدته السيدة كاملة رحمي، وبقي على حاله مثل ما هو، جبران الطيب، جبران المؤمن، على الرغم أنه كفر، يعني مثل ما بيقولوا حرم بموقع من المواقع، ولكن بعد الدراسة والتحليل. نعم. لم يحرم.
يمكن جبران بوقت من الأوقات كان محارب، محارب على نجاحه طبعاً. محارب على كان حدثيته على كل شيء عمله نعم. هو قدم شيء خاص فيه ومختلف طبعاً. هو المختلف طبعاً، هو المختلف. بلشت بمفهوم التصور ومفهوم نعم. المفهوم نعم. مفهوم المفهوم يعني دخلت إلى تحلين المحلل نعم، يعني دخلت إلى فلسفة التصور ودخلت إلى فلسفة فكر جبران خليل جبران نعم. كيف قرأ الإنسانية، كيف قرأ الحرية، وكيف قرأ الإنجيل، وكيف قرأ الديانة المسيحية نعم. وكيف قرأ القرآن. القرآن وكيف قرأ الثورة. من هون دخلت أنا عملت دراسة فلسفية فيها مفهوم التصور ومفهوم المفهوم ومفهوم وتصور المفهوم بالكتاب. اشتغلت على مادة كانت كتير صعبة وكانت كتير مضنية العمل فيها، وهي هذه طبعا أطروحة الدكتورة جبران خليل جبران. جبران قلتي لي حورب، طبعا حورب لأنه ناجح، حورب لأنه جبران حرك بركة الأدب بالفترة اللي أطل فيها، وشنت عليه طبعا معارك دارية، وأقصاها كانت من مصر، مصر حيث أهل الأدب أهل القرآن لغة القرآن الكريم اعتبروا ما يقوم به هذا الفتى هو عبث باللغة العربية وعبث بلغة القرآن الكريم. من أنت أيها الفتى لتأتي بلغتك ولتقول للعالم لي لغتي ولي لغتي ولكم لغتكم؟ محمد صادق الرافعي، عباس محمود العقاد، كثر شنوا حرب على جبران خليل جبران، إنما كانت مي زيادي من أشد المعجبين والعاشقات لفكر جبران عكس ما هو مفهوم. بدي أقاطعك شوي، قديشك غايصة بكتابات جبران لتقدري تكوني، يمكن لو كان بعده عايش ما قدر يدافع قد ما أنت عم تدافع هلأ، ليش مأثر فيكي وحتى بكلامك؟ لأني درست ومظبوط، لأني نعم. شرحت جبران نعم. لأني دخلت من الأبواب الذي يجب أن يدخل منها. ست ريما، يعني بالحقل الاجتماعي، نحكي شوي بالحقل الاجتماعي، قديش صعب أن الواحد هيك يفوت بمفهوم الاجتماع والاجتماعية؟ صعب لأنه الناس على دين أبائهم نعم، ومن الصعب أنك تقدر توصلي فكرة، خصوصا فيما يتعلق إذا بدك ترتي المفهوم الاجتماعي بالمفهوم الديني، لأنه نعم. دايما عم بيكون في تقاطع والالتصاق إذا بدك. بس أنا يعني أكبرت بجبران خليل جبران، هالروح الروح الجرأة اللي عنده، أنه حتى لم يكن متزمتا نعم. مسيحيا متزمتا، حتى أنه كان محب للمسلمين وقرأ أيضاً. قرأ القرآن وتحدث بما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى المسلمين من شاعر مسيحي يعني هي رسالة كتير مؤثرة نعم. وكان مثل ما قلت لك أنه كان هو مطلقي، كان يقول لميري هاسكل أنا مطلقي، يعني أنا لست محصور، أنا مفهومي لله مختلف، أنا مفهومي للإنسانية مختلف، مفاهيم الاجتماعية مختلفة، أنا شخص مطلقي. لما بيقول إلى المسلمين من شاعر مسيحي بيقول أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني ولي فخر بذلك أيضا، لي وطن أعتز به بمحاسنه، ولي أمة أتباهى بمآتيها، وليس لي دولة أنتمي إليها وأحتمي بها. هذه زمن الحكم العثماني. أنا مسيحي ولي فخر في ذلك، أحب مجد الإسلام، أهوى النبي العربي وأكبر اسمه، وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله، أنا شرقي ولي فخر بذلك. يعني تخيلي أنه حكي وراح، ولن يعني أطيل الشرح، الرسالة شغلي صارت واضحة يعني نعم. صفحتين بتاخد وقت، ولكن كتاب. ستريما يعني قدرت جمعتك هالوثائق اللي عملتيها لدراسة، قديش كان عندك الجرأة انك تفوتي بجبران؟ بدها جرأة طبعا. عندي الجرأة
بعكس يمكن ما شكلي بيوحي الكتار انه ما بيحسوا انه ممكن يكون عندي هذه الجرأة اني ادخل الى عالم جبران مثل ما انا اليوم متسلحة بجرأة بعد اكبر وانا ادخل الى عالم سعيد عقل لاحقا. نحكي عليه. رح نحكي عن الرائع سعيد عقل. نعم. يا ايها التمثال. يا ايها التمثال. يعني بجولتي جبران وانا او انا وجبران كان لي لقاء افتراضي بوقت من الاوقات كتبت قصتي أنا وجبران كيف التقيت معه وكيف أخذني كيف بنيويورك كيف ببوسطن كيف رحنا كيف اجتمعنا بالرابطة القلمية كيف قابلنا ميخائيل نعيمي كيف خبرني. كيف كنت عم تتخيلي كل هالأشياء؟ كنت عم بشتغل طبعاً ما الكاتب أنت بتعرفي عنده خيال واسع عنده بده خيال واسع خصوصاً أني أنا مستندة إلى قراءاتي وإلى مراجع يعني طبعاً. عن جبران قد ما قرأت جبران واختبرت جبران وعايشت جبران صرت شعرت نفسي بوقت من الأوقات مثل الممثل اللي بيلبس يتقمص الدور نعم. وبيعيش وبيستغرق وقت ليطلع منه أنا دخلت معه إلى هذه الحدود فأخذني من ضمن الجولة بنيويورك أخذني إلى تمثال الحرية بعدين نعم. وقفت أنا فحبيت خاطب تمثال الحرية بقول له يا أيها التمثال عليك أشرق أم أبدل موقعي أم أستمر بطيبتي وترفعي لم تستملني دهشة وغرابة أو تعتريني أو تساكن أضلعي يا أيها التمثال يا وهما قضى أولم تزل حسن الضيافة تدعي هجرت أحلام الطفولة فانطوت وخنقت من فيها بحقد مفجع حريتي صادرتها وسلبتها راقبت حتى غفوتي في مخدعي وقضيتي ناصرتها فقصرتها قضيتي ناصرتها فقصرتها ومحوت آثاري بخطو مسرع يا كذبة سوداء كم خدعت وكم رقصت على حزني وآهي توجعي ما في بياضك من ظلام ربما بلغ البسيطة فاق كل توقعي يا أيها التمثال أنت حجارة صماء ظلت لا تحس ولا تعي فرق عظيم بين فن مغرد خان الجمال وبين فن مبدع نحاتك المغرور أفرغ سمه ليقض في كل الأماكن مضجعي بلغ رعاتك أنني من نسل من لم يبق أصناما بغير تصدعي. أوف كتير موجهة ويمكن واضحة. ستريما رح نكمل شوي عن جبران ولكن رح توقف نحن وياك والمشاهدين مع فاصل إعلاني ومنرجع من بعدها. كلام عن ريما نجم كلام عن ملكة جمال وملكة كلام ريما نجم متفردة بالإعلام أساساً طلتها على الشاشة بتسحر تحكي بطلاقة وبلباءة وببلاغة كأنها متحدرة من بلاغة الإمام علي عليه السلام وريما على المسرح إلى حضور آسر جميل عندها طبعية وعندها شفافية وبتعرف تملك الجمهور وتفوت على قلب الجمهور وإذا كتبت بتكتب بسهولة رقراقة بسهولة تكاد تكون ممتنعة كتابة عن فيروز من أروع ما كتب يضاهي كتاب ميخائيل نعيمي عن جبران وكتاب عن جبران متفرد بين الكتب اللي انكتبت عن جبران أنا ما رح أحكي كتير نثر عن ريما
لأني كتبت فيها قصيدة بتجمع كل شيء بدي أقوله عن ريما. هالقصيدة بتقول: ريما الأميرة خطرت ريما فطار المنبر وقلوب بهواها تسكر، نزهة العينين والروح معا يا لحسن علوي يندر، أي شلال من الكحل هما فوق قد غار منه المرمر، هو سكب النور والبلور في زنبق نداه ليل مقمر. فلئن قلت هي الشعر فهل لبيوت الشعر خصر ضمر؟ ولئن قلت هي النحت أما هي من التمثال دوما أنظر؟ وبها نبض حياة وهوى وهتاف ملكي يأمر. ولئن شبهته الرسم بها فبعينيها رسوم تسحر، جمعت شتى الجمالات بها هكذا شاء الإله الأكبر. وكما في الشعر في النثر لها نهجها العالي الرؤى المبتكر، من إمام القول فيه أثر وكروم العمر فيه عبر، وبه حب نبيل حالم لنبيل وهواه عطر. ولها في الكتب أبهى سيرة فن فيروز بها يختصر، ما أنا وحدي عنها كاتب فغدا تكتب عنها الأعصر، من الأميرات غدت ريما كما يزهر الحسن بها والكبر. ومن تأثيرات ريما ببيتها وبالمجتمع إنه قعدت زوجة عديته لزوجها الكتابة، فكتب أخيرا كتاب في الأمثال باللغة المحكية، من أجمل ما كتب ومن أجمل ما قرأت، وأنا كتبت عنه كلمة كتير حلوة. شفنا سوا ست ريما، يعني شهادة من دكتور جورج شكورة الشاعر. طبعا كتير بحبك وعمل لك قصيدة، ولما حكينا بدنا شهادة عنك، الحبيبة قلبي ريما المثقفة الأديبة، يعني أصدقائك هن مش بس أصدقاء، هن نعم. أيضا يعني سلاح نحو الكلمة الحلوة. دكتور جورج شكور شاعر الكبير، شاعر الجمال يا مثل ما لقبه الكبير سعيد عقل، وهو شاعر الملاحم. نعم. يعني أنا قلت له شغلي، بقول له منك بحاجة اليوم تحكي كتير، تكفي الدنيا هبي من رياحك، سلاحك الكلمة النايمة عسرير، وما بظن في أقوى من سلاحك. الله، ما شو بدي لك أكثر من هيك. كتير حلو كتاب قيد التحضير، رح نحكي عنه بعدين، ولكن رح نحكي شوي بكتاب عمتي، هو في بعض سيرة ثقافية منيف موسى. نعم. بروفيسور منيف. نعم. موسى ليه كمان هو الشخصية أيضا؟ طبعا من الأشخاص اللي حبيت تقدم لهم تحية وفاء، ومن كبار شعراء الجنوب ولبنان، ومن باقة أهل الأدب والفكر، وجب له تحية، وكانت هذه التحية من 3-4 سنوات. الله يطول بعمره ويعطي الصحة. طبعا يعطيك العافية. وأيضا في كمان كتاب، يمكن كمان تحية للشيخ زايد المؤسس دولة الإمارات. نعم. اخترت هالشخصية بالذات؟ أنا اخترت دولة الإمارات كلها، بس أتى العنوان الوالد سمو. نعم. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باني دولة وسعادة شعب. نعم. هيدا عنوان الكتاب، بس الكتاب بمجمله يتحدث عن قيام الاتحاد، اتحاد دولة. نعم. الإمارات، وطبعا عن تعاون الإخوان فيما بينهم لقيام مشايخ الإمارات السبعة. نعم. يلي أسسوا طبعا وقاموا ونهضوا ببلاد كانت صحراء وصارت واحة خضراء. ستريما، في يمكن شيء عم تحضري جديد للكبير سعيد عقل؟ نعم. عم تختاري شخصيات رنانة. نعم. من فيروز إلى الراحل كبير جبران. بحب الصعب أنا طبعا. سعيد عقل منين بدك تبلشي فيه؟ هو طلب مني منين بلش، لأنه معرفتي بسعيد عقل تعود إلى حوالي 18 سنة. من 18 سنة تعرفت على سعيد عقل الشاعر، بس مؤخرا من شي 3-4 سنوات بإحدى الجلسات طلبت منه، قال لي: ريما الحلوة شو بدها تكتب عني؟
قلت له خلي ريما بلا الحلوة بس قلي شو أكتر مواضيع أو أكتر موضوع ممكن تشعر أنت كسعيد عقل حبيت لبنان هالقد وأنت بتعرف الله هالقد وبتحب الإنسان هالقد شو بتحب نكتب؟ قال لي أنت قلتي العناوين الثلاثة وبدي تكتبي عن سعيد عقل المعني بلبنان والله والإنسان. نعم. ومن هون انطلقت بكتاب سعيد عقل. بلشت يمكن صوب تجميع المعلومات ولا يكون بحث ذاتي لحالك بدك تشتغل يمكن على شعره بدك تشتغل على إنسانيته مثل ما نعرف سعيد عقل يعني هلأ مش كتير الله يعطيه الصحة مش بصحته نعم. إيه الله يعافيه بقوي اشتغلت طبعا أنا تقريبا صارت الدراسة شبه منجزي بقي الجانب الدراسة الأكاديمية أنجزت هلأ أنا عم بشتغل على جانب المخيلة وعلى جانب اللقاءات يلي قعدت فيها أنا وسعيد عقل وحكينا رح تعملي مخيلة مثل ما عملتي مع جبران؟ مش هالقدي لا لأنه في بوح وفي حكي ماني مضطرة يعني حكينا نحن أنا وسعيد عقل كمان سعيد عقل وأنا بالأحرى يعني إلي الشرف أني طبعاً. قدرت أني مريت وقعدت وتعرفت على سعيد عقل وأني أشتغل ويحملني هيك مسؤولية ليش عم تكون دراساتك أكاديمية؟ فهمنا الدكتوراه بجبران وقبلها بفيروز الماستر ليه عم تكون شغلك الجديد بدي اشتغل علم العلم يبقى نعم كون مرجع عم بشتغل ماتيماتيك بدي تعتبري ماتيماتيك علم وقائع باقي تبقى عم بشتغل سياس عم بشتغل ماتيماتيك من خلال معرفتك بسعيد عقل وقراءتك له شو اللي الناس ما بتعرفه فيك تخبرين عنه سعيد عقل طفل كبير روح حلوة كتير معلق بأمه كتير إنسان بكل ما تحمل الإنسانية من معنى شاعر كبير وقيمة شعرية كبيرة من لبنان شاعر مميز يعني يكتب الشعر بأسلوب الرياضيات إذا بدك الجيومتري دان لسباس بيكتب الشعر بأسلوب التريجونومتري إذا بديك بيروح معك يعني بتحسي عم تشتغلي معه علم ومنطق وما في غيب عنك المنطق أنت عم تشتغلي وتقعدي وتحاوري وتحكي سعيد عقل ستريما يعني بدنا قصيدة منك لا يمكن تم حضرتنا شيء أو رح تقري شيء هلأ هو في شيء طبعا بمناسبة وقتها كان إطلاق لجنة مئوية سعيد عقل نعم. 2011 وكان في عنا مؤتمر بجامعة سيدة الويزي الأنديو وطبعا كوني من اللجنة كان مطلوب أني ألقي كلمة حول سعيد عقل وشيء من الشعر فكتبت وقتها قصيدة بتقول يعني ذهبت هيك بدي أحكي بلهجة سعيد عقل وبدي أحكي معه ودافع نعم. له عذرا أبا الطيب المستقرئ الزمن والشاغل الناس لا عينا ولا أذنا أخطأت في الحكم يوما واعترفت بما أخطأت سرا على الأوراق لا علنا لو كان ذو العقل يشقى في مناعمه كما ادعيت فهل عملاقنا حزنا نعم. سعيد عقل سعيد في تعقله في كل رحلة فكر هزت المدن فيا سعيد الذي حطمت من مئة من أله الصنم المنحوت والوثن رجعت للشعر وهجا كاد يفقده كمن أعاد إلى مستوحش وطنا أعليت شأن البيان الحر في لغة أودت بمن ضدها في غفلة كمنا إن شئت تسري على موج الهوى سفن وإن أبيت أعدت الموج والسفن لك المتاح المباح والمستباح لهم وهل يفرط عملاق بما أتمنا وليس من حلقوا شعرا كمن هبطوا وحاملوا الشمع لا يبدو كمن لعنا طيبت في عترك الدهري قافيتي فلا تسلني لريم النجم من أذنا فهل يفتش عن وعد بجنته من كان يلقى على أوراقه عدنا
جميل. فاصل مشاهدينا ومنرجع. نشكر التلفزيون اللبناني وبرنامج خوابي على اهتمامه بالأدباء اللبنانيين، وهذه الحلقة اليوم التي تناولت إعلامية متميزة ريما نجم، هذه الإعلامية التي تمثل رمزا إنسانيا لكونها جمعت بين جمال الروح وجمال النفس وجمال الشكل وجمال الفكر، فكانت بحق أنثى مثالا، وبخاصة عندما اتجهت إلى جبران خليل جبران ووضعت أطروحتها الجامعية عن أدبه. فهل كانت ريما نجم تضع في هذا الزمن العربي الصعب البذرة الثانية لثورة تحاول من خلالها أن تعلن دربا جديدا للحرية؟ ريما نجم، أتمنى أن يكون كتابك عن جبران هذا العظيم الذي كتبت عنه وأحببته، ووجدت صعوبة كبيرة عندما قرأته ولأكتب عنك، فمن الصعب أن نرى من نحب بعيون من أحبه، ومع ذلك قرأت كتابك بقلب وبفكر نقدي، فوجدته فعلا كتابا قيما لما فيه من دراسات نقدية أكاديمية، ولما فيه من معلومات ومن تحليل ومن سيميائيات. لقد جاء كتابك بالفعل كتابا أكاديميا، أتمنى لك التوفيق. شكرا دكتورة مها خيربيك ناصر على الكلام اللي طبعا أضاف لإلي. شكرا، بشكر اهتمامك، الله يخليك. شكرا. لو منعرف الطيور ليش بتطير وزهور منين بتجيب العبير، لو منعرف كيف بتجي الأعاصير والتلج والنار والزمهرير، لو منعرف ليش بيغني الغدير وبتطربنا أصوات العصافير، كنا عرفنا أنه العمر قصير وكل واحد منا له مصير. هيدا مش حبر على ورق، هيدا العمر اللي مرق. ست ريما، أستاذ نبيل بجراني، غزل، حكم، أمثال، خبرينا على الكتاب اللي العنوان بيصدح. هذا الكتاب كان حدث فعلا وقت ما تم توقيع، تم اطلاقه وقدمناه للصحافي وللاصدقاء وللاعلام. وكتاب هو بحمل عنوانه، يعني هيدا مش حبر على ورق، هيدا العمر اللي مرق. كتاب وضعه زوجي، هو رجل اعمال بس طبعا عنده ذائقه الكلمه، وكان عنده هذه الكتابات، جمعنا له اياهم. هو بالاخر تحمس لما حس انه بجديه الامر، عنده حس شعر بهذه المسؤوليه، فتحمس واتى هذا الكتاب التحفه اللي انا بعتز فيه انه زوجي يعني بهالارتباط مع بعض اثمر ايضا كتاب من عندياته، يعني من فطرته، عنده روح الزجل، عنده اياها من العيله، عنده روح الحكمة، بيقول حكم، بيقول نعم. عبر، مش مجمع حكم وعبر وأمثال، لا، هو مؤلف الحكمة، يعني نعم. هو بيقول مثلا القناعة مناعة، هو بيقول مثلا الرجال بزين الدار إن كان شايب أو ختيار، مثلا من ضمن يعني ما ترجع صرت بعيد، نهار الفرقة صار العيد. أي الأشياء عبالي، أشياء كتير بس بخاف من التقصير. يعني هلأ نحن عم نمرق هيك، فأنا بحب وجه له تحية. نحن كمان وجه له تحية عن جد، لأنه اليوم فخورة كمان. أنا كتير فيه والله، أنه قدرنا اجتمعنا على الكلمة،
لأنه ولا تبقى إلا الكلمة طبعاً. والكلمة هي الله. نحن كمان بدورنا بخواب الكلام طبعاً. نتشكر ولا خواب الكلام. نبيل بجاني أنا مدامته وطبعاً بعتز كتير فيه وبكتابه. نحن بنعتز فيك وفيه وبنتشكر اليوم استضافنا بمطعمه. ورح نحط الكتاب على الخابي هون. ستريما بتكتب شعر كتير حلو وبتقولي شعر والمنبر يمكن بيخلق لأمثالك. ما بتفكري تعمل كتاب شعر؟ عندي مخزون كبير بس كتير أتأنى في هذا الأمر بهذا الأمر يعني هو الشعر مسؤولية كتير كبيرة. لا أسمح لنفسي أن أقدم نفسي كشاعرة. أنا أحاول، عندي بعض المحاولات اللي بعتز فيها وعم بتلاقي أصداء طيبة. بالنسبة لإصدار ديوان شعر عندي مشروع، يعني الفكرة موجودة والملف موجود، ما بدي صرح فيه بس إنه راح يكون راح يضم إلى جانب يعني مواضيع يكون في بقلبها فيها شعر وفيها يعني فكرة جديدة فريدة يعني. من نوعها نعم. طبعا بس بدك تسمحي لي بالنسبة لكتاب هيدا مش حبر على ورق، هيدا العمر اللي مرق، بدي وجه تحية كتير كبيرة للفنان التشكيلي العالمي واللبناني طبعا وجيه نحلي طبعاً. يلي زين الكتاب برسوماته أكيد. البليغة وطبعا وضع لمساته على غلاف الكتاب وعلى هالتحفة الفنية. نحن كان لنا كمان شرف كان بخابيتنا هو بحلقة من الحلقات. ريما بدنا ننتقل هيك لنسمع شي منك، شي قصيدة. بحب كيف تقري. هو من تتبع رحلتي من ذاته حتى غدوت حياته بحياته، هو من تغزل والقصائد غرة في كل بيت كنت في أبياته، هو من دعاني زهرة أو نسمة كي لا يغيب العطر من واحاته، لم أمتثل لكنني برشاقتي زودت بالبيان حبر دواته، هو إن تحول فارسا هماما جنبته بمهارة كبواته، وإذا لرسام تجرأ فجأة أنساب مثل اللون في لوحاته. الله، ما زلت عاشقة حتى الآن؟ الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دايما تتريما هيك كرمال يعني المشاهد دايما بيسأل عن ريما الإعلامية، شو أخذ منك الإعلام وقديش عطيتيه؟ وبتلفزيون لبنان حققت نجاح كتير كبير بعصر الذهبي، كنت مثل ما قلت بمقدمتي من نجمات الذهبيات. يعني أنا بعتز طبعا بمسيرتي الإعلامية، أخذ مني الإعلام وعطاني، أخذ مني طبعا وقتي، أخذني شوي من مشوار يمكن الكلمة اللي كنت أطمح لها، لأنه بتعرفي أنت الإعلام حالي عابرة، حالي غير مستمرة، حالي متحولة. إنما الأدب والفكر والبحث والشعر كلها حالات ثابتة، قلاع ثابتة في مواقعها، لها أسسها ولها بنيانها. الإعلام طبعاً قدم لي الثقافة، قدم لي الخبرة، قدم لي الصدقات الواسعة، قدم لي الدعم، يعني قدم لي عزز في روح المسؤولية أكثر وأكثر، قدم لي حياة رغيدة إذا بدك، حياة مرفهة. يعني انت كمان اعطيتي، عم تقولي كثير عطاك، انت كمان كثير اعطيتي. كثير الإعلام طبعاً، يعني مئات الساعات التلفزيونية، إذا ما قلت إنه ألاف، لأنه اشتغلت ليس فقط في تلفزيون لبنان طبعاً بالعالم العربي، عملت طبعاً. كنت رحالة إعلامية. كنت رحالة إعلامية، ما بخبرك، كنت يعني وقتي بالطيارة أكثر ما وقتي على الأرض. تعبت كتير، كافحت كتير، طبعاً ما طبلت وزمرت كتير، لأنه كنت عم بشتغل لحتى أحقق نجاحاتي ولحتى أعيش لحتى نعيش طبعا. الإعلام بالنسبة لنا كان هو نجاح ومسؤولية ومورد عيش. حبك للإعلام ما في حدا يغيره، وأنت حاضرة لتقدمي أي شيء بليق فيك وبليق بالمشاهد. بليق بالمشاهد قبل طبعا. كل شيء طبعا ما بسمح لحالي أطل بشيء ضيع وقت الناس، ولا طالعة نعمل يعني شوقف. لا عدا شوقف انه نعمل محاضرات ومناظرات على الناس، بس انه بدنا نحكي حديث الناس
وتاريخ الناس، ونضل نبقي على أسس اللغة العربية، لأنه من أنكر لغته أنكر حضارته، ونحن عنا حضارة عريقة ممتدة إلى أوروبا. طب رأيك بالإعلام هلا؟ رأيي بالإعلام اليوم يعني صراحة كرنفال كرنفال يعني من كل وادي عصا، ما بعرف بدي لاقي مثل من أنتال من عند نبيل بكتاب زوجي. كرنفال يعني في ان بو دو تو، في من كل شيء شوي. الناس ما هالقد بدها هالقد انه من كل شيء شوي. فانا مع الاصاله، مع الاشياء الحلوه، نبعد شوي عن التجاره ونرجع نركز على بالمؤسسات الاعلاميه، على الحيز الثقافي. فتحيه لتيلي ليبان، المؤسسة الأم اللي من انطلقت أنا، واليوم بعتز كتير أني عم طل عبر شاشتها بكل وبشعر بكل هالحنين وهالانتماء والولاء. طبعا أنه عندكم برنامج ثقافي، عندنا برنامج ثقافي بيطل على العالم، الناس بتشوفه عبر الفضائيات، بيطلوا أدبائنا، شعرائنا، رسامينا، مفكرينا، بيطلوا مبدعينا، لأنه هن المبدعين، هؤلاء المبدعين هن اللي بيصنعوا الحضارة. كيف سيكون حال التاريخ؟ ما هي الحضارة التي مررنا بها؟ وين كان واقع الكلمة؟ وين لغتنا؟ وين؟ أسئلة كتير بتنطرح. عندك عتب على حدا؟ ما بعتب على حدا، ما بعتب إلا على الإنسان اللي فاقد إنسانيته. بزعل عليه يمكن كمان أكثر ما بعتب عليه، بزعل عليه. مين أثر فيك من الناس اللي قابلتيهم بحياتك بعيدا عن العائلة؟ لكي كل شخص ممكن يأثر فيك بجانب، ما في شخص إلا بتاخدي منه درس بالحياة، إن كان درس إيجابي أو سلبي. ممكن تستفيدي دايما بالحياة وبتتعلمي. في شخصيات بتبقى رموز تتعلمي منها، في شخصيات بتبقى عادية، كمان الناس العاديين تتعلمي منهم أشياء حلوة بتضيفيها، بتطفي لمسات على شخصيتك، ومنتطور بالحياة. نعم، بعد عندك أحلام كثيرة وكبيرة؟ كتر خير الله، بشكر ربنا، بقول إن شاء الله قد ما عندي طاقة أقدر أعطي، وأعطي بمحبة، وضل أقدر حب، ضل محافظة على إنسانيتي وعلى تواضعي وعلى قدرتي على أني أعفو عن أي إنسان، أعفي عن أي إنسان ممكن يسبب لي إساءة، وأني سامح. بهالصوت الجميل يعني نحن بنعرف كمانك أوقات عندك موهبة الغناء، ولكن يعني ما احترفتيها. بهالصوت الجميل ريما، بدنا قبل ما نختم حلقتنا هيك نقول قصيدة. لمين بتحب تقولي قصيدة أو عن شو؟ كنت بدي أقول بس لفتة صغيرة عن موضوع الإيمان. نعم. ونحن بواقع هلأ عم تتخبط الناس بمفهوم الإيمان الخاطئ. نعم. الإيمان مش عخيك الإنسان تتكبر وتتجبر بعندك. ومين خبرك إنه الصلاة إيمان؟ ومين خبرك إنه الصلاة إيمان؟ ومن ميل تاني تبطش بزندك؟ الإيمان مش مخزن قمح مليان، الإيمان تعطي كل شيء عندك. هيدي بس هيك لفتة حبيت أقولها. أكيد. بحب أختم بتحية لست الوالدة، لماما. نعم. اللي ضحت معنا طبعاً كتير، ومثل كل أم، وهي طبعاً المثال الأعلى بالنسبة لإلي، وبقول الله يطول عمرها ويعطيها الصحة، يطول عمرها ويطول عمر كل أمهات، ويرحم كل الأمهات اللي غادروا هذه الدنيا. إلا بقول يا رب، يا رب أمي بحبك غمرها، وإلا بعطفك لا تناصرها، لا تمشيها بدرب آلام، ورد الفرح كل ما بيهجرها. عنها شو بحكي بواقع وبأحلام، وكلمة أنا صغيرة بدفترها قديش تكتب بريت أقلام، وعم حبتي ما قدرت خبرها. مش هم اتعذب ما اقدر نام، وترمي الدنيا علي خناجرها. وامي عمر العمر والايام ما تنجرح نتفي مشاعرها. الله يخلي لك امي كريمه، ويخلي امهات يعني كل العالم. امين. بالختام شو بتحبي تقولي لي؟ بدي اقول لكم شكرا، وان شاء الله بتبقى الكلمه رايي خفاقه
وأهل الكلمة يبقوا دائماً الزاد والزواد للأجيال الطالعة للبنان العز اللي منعرفه. لبنان بلد الحضارة، بلد الفكر، بلد الحضارات وبلد الفكر وبلد الثقافة وبلد الشعر وبلد التنوع. لبنان لؤلؤة العالم. لبنان قطعة سما. الشاعرة والأديبة والإعلامية دكتورة ريما النجم، شكرا لك. مشاهدينا بتشكر متابعتكم طبعا الكريمة، وأيضا الشكر الكبير لفريق العمل، وبنرجع نتشكر طبعا مطعم مستر ستيك لأستاذ نبيل بشاني. ملتقنا بجدد الأسبوع القادم مع ضيفة مبدع جديد من خواب الكلام. تحياتي.